الخليجية أو في دول أخرى. يقول هذه أم زارت ولدها في الجامعة ولسه تعرف في سن الجامعة، فلما دخلت عليه في الغرفة كان معلق صور نساء في الغرفة، معلق صور النساء. حياك الله. شوف هذه الأم حكيمة، ما تكلمت ولا كلمة وودعت. فلما رجعت إلى مدينتها أرسلت صورتها، طبعا قصة غربية. فلما أرسلت صورتها جاءت بعد شهر تزوره، فوجدت أنه شال جميع الصور وضع صورة والدته أمه. فقالت له لماذا؟ قال لا، أضع أمي بين هذه الصور أنا لا يمكن. شوف سبحان الله، أحيانا التربية يا أخوان يبغى لها ذكاء، مثل يقولوا الحين الذكاء العاطفي الآن. صح. تربية يبغى لها ذكاء، يبغى لك كيف تتعامل خاصة مع الشاب. خلينا ترى المراهقة، ترى كلمة يحسبونها سبة، ما هي بسبة. ما معنى راهقة؟ اقترب من ها؟ اقترب يعني قربنا الحد يعني ده. يعني هل الانتقال من الطفولة إلى الرجولة. فأحيانا التعامل مع هذا غير تعامل مع واحد كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لو شفت تعامله، ناس يعاملهم بطريقة، ذاك صاحب الخاتم ماذا انتزع منه الخاتم ورماه، لأن قوة إيمان هذا الصحابي عظيمة جدا. لكن الأعرابي الذي ذهب له في المسجد ماذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعوه يكمل أول شيء بوله، ثم تكلم عن الحدث ولم يتكلم عنه. ثم هذا الأعرابي من إعجابه ومحبته لهذا الفعل أو لتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم احشرني، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأهل. قال حجرت واسع يا أخ العبد. طيب أنا أخذت يبدو وقت طويل شوي، أعطوني إشارة ترى أحيانا أنا لا بالعكس أطول. أبو تركي طبعا كل ما ذكر جزئية خطر في بالي.